اهلا بحضراتكم من جديد في فقره ترند. الترند النهارده هيكون معانا حاجه مختلفه شويه، الفكره نفسها مش في الخبر او المعلومه، لا ده احنا هنطير الى الدوحه عشان نعرف الخبر من مصدره ومن خلال الكواليس والتفاصيل والمعلومات. اولا، اللجنه المنظمه المحليه في قطر بتستعد ازاي لاستقبال الاهلي وجمهور الاهلي. الاتحاد الدولي والتحضيرات لطرح التذاكر غدا، هيكون لحاملي بطاقه فيزا بكره باذن الله، يعني طرح التذاكر، ومن يوم 21 نوفمبر المبيعات على منصة فيفا لكل الجماهير. وسمعنا أرقام التذاكر سواء في مباراة الأهلي أو حتى في مباراة الريال على استاد لوسيل. الأهلي بيستعد إزاي من خلال جمهوره اللي هيسافر من أرجاء الوطن العربي، من خلال جمهورية مصر العربية، رابطة المشجعين في قطر إزاي بتحضر للإيفنت ده، كان ليهم صولات وجولات في أكثر من بطولة لكأس العالم على مستوى الفيفا وعلى مستوى اللجنة المنظمة المحلية، حصلت ترتيبات وتحضيرات كثيرة جدا، فأصبح لديهم خبرات كبيرة عشان يبقى في تحضير قوي جدا لتشجيع الأهلي في ملعب 974. وبإذن الله إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذا اللقاء ونتأهل إلى الفاينل أمام الريال على استاد لوسيل. فلذلك في هذه الفقرة النهاردة زي ما قلت، القصة بالنسبة لنا مش خبر ومعلومة، لا احنا هيكون النهاردة من خلال الزوم عبر رحلة كده سريعة إلى قطر مع المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجع الأهلي في الدوحة. معالي المستشار، أولا سعيد بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي، وأكيد لقاء يعني غاب سنوات قليلة، دايما رايحين جايين عليكم، سوبر إفريقي، كأس عالم، مونديال، الحمد لله النادي الأهلي دايما كده عامل تواصل مع جمهور الأهلي في كل مكان من خلال شاشة قناة الأهلي. مساء الخير محمد، اولا وحشني جدا، برحب بيك. الله يسلمك. وفخور ان انا معاك وموجود في قناه بيتنا الكبير، قناه النادي الاهلي. وفعلا فعلا احنا الرساله دي او اللقاء ده متاخر شويه، عده سنوات من اخر مناسبه كانت هنا في السوبر الافريقي امام الرجاء، ولكن الاهلي بالنسبه لنا حياه. ادينا رجعنا تاني، ورجعنا على محفل كروي هو أكيد. الاكبر على الاطلاق على مستوى الانديه عالميا. اكيد. اعذرنا بقى، احنا طلعنا من قطر شويه، رحنا المغرب بعد كده السعوديه والامارات، انت عارف الاهلي دايما كده ايه، ولسه امريكا كمان، فالاهلي الحمد لله يعني بيورينا العالم كله وبنلف مع العالم كله. ده فخر، وفخر ان تكون اهلاويا، وانا دايما بقولها ان تكون اهلاويا هي نعمه. الاهلي مش بس فخر لجماهيره، الاهلي فخر لمصر وللعرب وفخر لقاره افريقيا. واديك شايف يا محمد احنا النهارده خدنا بطوله 3 قارات وبننافس على بطوله النصف الاخر من العالم. أكيد. وان شاء الله بامر الله هنا في الدوحه، واحنا محظوظين جدا ان يكون المنافسات او المرحله دي من البطوله عندنا هنا في الدوحه وسط جمهور رابطه الاهلي في قطر. طيب فرصه بقى وانت معايا معالي المستشار، واكيد كان عندك اجتماعات في الساعات الماضيه، واكيد لو عايزين نطمن جمهور الاهلي اللي بيستعد للسفر الى الدوحه، حجز التذاكر هيبقى ازاي؟ هل في ترتيبات مع اللجنه المنظمه؟ انتوا كمان عاملين ترتيبات على فكره كمان استقبال الجماهير خلال تواجد الاهلي باذن الله في الدوحه، والتواصل والفعاليات اللي هتكون موجوده في ملعب 974، وربنا يكرم ان شاء الله كمان في استاد لوسيل اذا ربنا كرمنا وتاهلنا الى الفاينل امام ريال مدريد. ان شاء الله. اولا محمد، هو الاجتماعات ما كانتش الساعات الاخيره بس، انا هدي لك تفصيل كده متسلسل اللي حصل. اتفضل. احنا تم التواصل معايا من اللجنه العليا او اللجنه المنظمه للبطوله من قبل مباراه العين، ولو كنت تشوف الشغف والتمني اللي موجود في عيون كل الناس وفي كل احاديثهم ونقاشاتهم معايا من قبل مباراه العين، ان الكل بيتمنى ان الاهلي يكون موجود في الدوحه، لان الاهلي وجوده، الاهلي في حد ذاته هو براند، جمهور النادي الاهلي هو اعظم جمهور في الكون. ففعليا قبل مباراه العين محمد كان في حماس كبير جدا للناس، والناس حتى اللي ما بيشجعش الاهلي من اللجنه المنظمه بيتمنى ان الاهلي يكون موجود، حبا في الاهلي وحبا في جمهور النادي الاهلي. ومباشرة بعد ما ربنا وفقنا وكسبنا العين، تاني يوم على طول الصبح كان في اجتماع في اللجنة المنظمة مع الإداراتها المختلفة، لأنه في حاجات طبعا أنت عارف الموضوع، اللجنة المنظمة في يعني في تخصص، ففي ناس مسؤولة عن الفعاليات الجماهيرية والفان زونز، في ناس مسؤولة عن إدارة المباريات، في ناس مسؤولة عن وصول البعثات والترتيب مع الأندية، وإحنا قعدنا مع كل الجروبات دي لأنه لنا يعني شغل مع الجميع. ولكن اللي كان واضح جدا من الاجتماع الاول انهم عايزين يعملوا كاس عالم مصغر، كاس عالم انا بتكلم هنا على كاس العالم قطر 2022، عايزين يعملوا كاس عالم مصغر بنفس الموديل بس على حجم اصغر، واللي شجعهم على ده هو وجود جمهور الاهلي، وبالطبع طبعا وجود ريال مدريد في البطوله.
أكيد فالتنسيق والترتيب مع اللجنة على أكثر من محور. المحور الأول طبعا هو بالنسبة لنا إحنا كجمهور رابطة الأهلي، اللي هو استقبال البعثة، واللي هي بالنسبة لنا مش مجرد إن إحنا بنعمل شكل تاريخي لاستقبال البعثة، ولكن هي رسالة بنديها للاعبين والإدارة الفنية بمجرد وصولهم أرض الدوحة، إن إحنا يا جماعة هنا أنتوا كأنكم بتلعبوا في استاد القاهرة، وبنوصل رسالة إنه أنتوا جايين مش مباراة ودية، أنتوا جايين تحققوا إنجاز وجايين نكتب تاريخ مع بعض على أرض الدوحة. وطبعا قدمنا طلباتنا بالحصول على الموافقات الرسميه لتنظيم استقبال، وان شاء الله يكون يعني احنا زي ما اتفضلت يا محمد وقلت ان احنا عملنا قبل كده وعندنا خبرات التنظيم والحاجات دي، ولكن احنا دلوقتي اي نجاح بنحققه بيبقى عندنا مسؤوليه كبيره ان احنا نعلي على النجاح ده ونحقق يعني افضل حاجه ممكنه بإذن تليق الله بالنادي الاهلي وبجمهور النادي الاهلي. بإذن الله فاستقبال الفرقه في المطار واستقبال البعثه ده اول شق. الشق الثاني وبالنسبه لي انا شايفه الاهم واللي كان فيه تجاوب كبير جدا من اللجنه المنظمه، هو ازاي يكون في فعاليات واستقبال وترتيب كل شيء يتعلق بكل الجمهور. زي ما بتعرف يا محمد المناسبات الثلاثه اللي فاتت كان كاس العالم للانديه وبطولتين سوبر كانوا في ظل ظروف كورونا، فكان الامور كانت صعبه جدا، ما كانش في فرصه ان حد من الجماهير من خارج دوله قطر يجي موجود او يحضر الى قطر، فكنا بنقوم بالدور كله بالتشجيع والى اخره، لكن النهارده الحمد لله الظروف مواتيه جدا، الاستاد ساعه كامله بظروف التاشيرات متاحه للجميع انهم يحضروا. فبعد التواصلات وبعد التنسيق مع الجميع في عدد كبير جدا من الجماهير النادي الاهلي جايه من مصر، في ناس كبيره جدا جايه من دول الخليج، من السعوديه، الامارات، الكويت، من البحرين كمان اتواصلوا معانا. فده احنا بقى دورنا هنا في رابطه مشجعي النادي الاهلي هو لن يقتصر على الوجود في المدرج علشان بس ندعم الفرقه، لا دلوقتي الموضوع بقى اكبر شويه، الموضوع بقى دورنا دلوقتي ان اخواتنا واهلنا الاهلاويه اللي جايين من كل انحاء العالم جايين على بلد ضيوف علينا، فطبعا وحضرتك والفرقه وكلكم تشرفونا على راسنا، فبقى عندنا دور اكبر من ده ان احنا نسهل للناس دي كل الاجراءات اللي هم عايزينها، سواء كان اجراءات الفيزا، اجراءات الاقامات، التنقل داخليا، التنسيق بشان موضوع التذاكر، ونكون كمان وده الاهم جدا ان احنا نكون حلقه الوصل فيما يتعلق بالمعلومات ما بين اللجنه المنظمه او الفيفا وما بين الجماهير في تمام. مختلف انحاء العالم. طب عندي جزئيتين مهمين جدا اكيد الجمهور بيسال عنهم دلوقتي. منصه هيا اللي كان ليها دور في مساله تسهيل الاجراءات والسفر في كاس العالم قطر 2022، نفس الرولز مظبوط والاجراءات في هذه البطوله؟ والجزئيه الثانيه متعلقه بالتذاكر، عارفين منصه فيفا لو دخلت حجزت انت وحظك، هل تقدر رابطه المشجعين من خلال علاقاتها مع اللجنه المنظمه يكون في كوتا من التذاكر لجمهور الاهلي من خلال اللجنه المنظمه، ولا الامر ده هيبقى صعب شويه؟ طيب هو طبعا زي ما انت قلت المنصه الرسميه هي منصه الفيفا، ولكن احنا عندنا في ايقونه المدرج او ايقونه جماهير النادي الاهلي اللي هي الثالثه شمال، ده بالنسبه لنا اولويه، فاحنا اول أكيد طلب طلبناه طلب ان احنا نخصص كوتا، اي كوتا او اي يعني جروب اوف تيكتس زي ما هم بيسموه في الفيفا، ده بيتم عن طريق الفيفا ولكن بالتنسيق مع اللجنه المنظمه. طبعا هيحصل تنسيق ان شاء الله او هيحصل تخصيص، ولكن مش في المرحله دي، المرحله الاولى يا محمد هي طرح التذاكر زي ما حضرتك عارف بكره لحاملي بطاقه فيزا، ويوم أوكي 21 للبقيه. السؤال هنا هل ما هي نسبه التذاكر التي ستطرح اونلاين سواء كان بكره او يوم 21؟ هي نسبه ليست بالكبيره، المرحله الاولى اللي هي بكره نسبه قليله جدا، النسبه اللي هتطرح يوم 21 هي كمان مرحله بعدد اكبر، ولكن مش كل التذاكر، باقي التذاكر سيطرح بعد ما انتهاء عمليات التنسيق مع الانديه والفرق. حتى الان وحتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها محمد لم يتم الاتفاق نهائيا مع الانديه المشاركه وبما فيها النادي الاهلي على الكوتا بتاعت كل فرقه، كل نادي وده هيحصل من بعد يوم 21، وبعد ما يتم التنسيق ما بين الفيفا، لان في ورك شوب هتحصل ما بين الفيفا وما بين كل الانديه المشاركه للاتفاق على الشكل النهائي فيما يتعلق بتخصيص الكوتا لكل نادي وجماهيره، او احنا طبعا من ضمن الموضوع ده. أكيد فبعد ما يخلصوا التنسيق وتتحدد الكوتا اللي هياخدها كل نادي هيبداوا بعد كده في مرحله الطرح الاخيره للتذاكر. كويس جدا بالنسبه طبعا للنقطه الاولى اللي هي الخاصه بمنصه هيا،
احنا وصلنا وجبنا كل المعلومات الموثوقه ووصلناها لكل الناس عبر بث مباشر وبوستات والسوشيال ميديا بشكل عام، ولانه الموضوع مختلف الى حد بسيط ما بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليج او اللي جايين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي. أكيد ولكن في جميع الاحوال هي اجراءها بسيط جدا، ما بيستغرقش اكتر من 10 دقائق على الابلكيشن، وبتكون التاشيره طلعت ورسومها لا تتجاوز ال 100 ريال. يا رب باذن الله. احنا عايزين نحشد عدد كبير، 9 7 4 ده يبقى فيه 30,000 مشجع اهلاوي، نجهز نفسنا بدري بدري ان شاء الله، حتى يعني ناخد حتى ربع الساعه في استاد لوسيل مؤقتا لغايه لما نشوف الاول ماتش يوم 14. في حاجه تانية لو تحب تضيفها معالي المستشار، او تفاصيل جديده تحب تقولها يعني لو في اجتماعات او في حاجه هتحصل في الساعات اللي جايه؟ طبعا. شوف يا محمد، في نقطه مهمه جدا، اتفضل. احنا دايما بنشوف انه جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد، وجمهور النادي الاهلي على مر العصور يعني بيفرح لمجرد الحصول على البطولات والانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي. فاحنا ارتقينا انه جمهور النادي الاهلي ودخوله لقطر في بطوله بالحجم ده، هي الاولى من نوعها وقد تكون الاخيره كمان من نوعها، وهي الاعلى على الاطلاق على مستوى الانديه، قلنا ناخدها فرصه ويكون الحدث ده او الفعاليات دي هي فعاليات تحت عنوان تكريم جمهور الاهلي. فاللجنه تكريم المنظمه جمهور وافقت ان الاهلي. احنا نعمل فعاليات باسم النادي الاهلي وجمهوره في الايام السابقه واللاحقه على المباريات، وهيكون في فعاليات اجتماعيه ورياضيه كبيره جدا قبل المباراه وبعد المباراه وفي الايام التاليه، كلها بطابع اهلاوي بحت، وفي تنسيق بشكل كامل جدا مع حتى النادي ومع اللجنه المنظمه، ودعم طبعا من السفاره المصريه هنا. ان أكيد شاء الله بامر الله هيكون في مفاجات كبيره جدا لكل جماهيرنا اللي جايين من كل انحاء العالم، وبصفه خاصه اللي جايين من مصر ودول الخليج. أكيد، إحنا لسه بنسخن، لسه هيبقى لنا لقاءات كتيرة الفترة الجاية، المشوار لسه طويل إن شاء الله. انا معاك واتشرف ان انا اكون معاك يا محمد بشكل الشرف شخصي لينا. طبعا في قناه بيتنا الكبير، هي لها الاولويه في كل حاجه، وان شاء الله يا رب. انا يعني دايما لما كانوا بيكلموني بيسالوني على استاد اللوسيل بقول لهم احنا صحيح هناخد كل ماتش مباراه بمباراتها او كل مرحله بمرحلتها علشان التركيز في المباراه الاولى في استاد 9 7 4، أكيد ولكن عنا على استاد اللوسيل. وان شاء الله الاهلي عودنا انه ما عندناش سقف للطموح، عنا على استاد اللوسيل وعنا على كاس البطوله، إن ليه شاء لا؟ الله فاحنا الاهلي بإذن الله. معالي المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر، شكرا جزيلا ليك على هذه الإضافة وعلى هذه المداخلة المهمة جدا.